صباح الخير او مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ انا مروة يحيى، ميك اب ارتست من مصر. اللوك ده طلب مني في الكومنتس 7000 مره، سموكي سموكي، عايزين سموكي مروة، اعملي سموكي مروة، عاملين سموكي، اعملي لنا سموكي هيفا، اعملي لنا سموكي في جليتر، اعملي لنا سموكي اسود، اعملي لنا سموكي جراي، اعملي لنا سموكي. النهارده ده اللوك بتاعي. اولا انا بعتذر لكم جدا ان انا اتاخرت عليكم، انا اسفه جدا، بس الفتره اللي احنا فيها دي هي فتره سيزن اللي هو شهر 6 و7 و8 وكده، وبتبقى فتره عرايس، فانا بيبقى عندي شغل يوميا، فانا بعتذر لكم جدا 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 ان انا اتاخرت عليكم، وان انا اخر مره كنت منزله لوك كان من اسبوع. فاوعدكم اول ما الفتره دي تعدي هرجع تاني للنظام بتاعي، ان انا كنت بنزل فيديوهين كل اسبوع، بس الفتره دي هيبقى فيديو واحد كل اسبوع بس عشان ضغط الشغل اللي عندي، فاعذروني. وانا عارفه ان اتاخرت عليكم والله، بس مش بايدي، يعني انا اول ما بيفضل لي ساعتين ثلاثه اقعد ساعتين ثلاثه اوكي ساعتين ثلاثه اقعد اصور لكم لوك، والله ببقى في قمه الحماس ويلا نعملها، لان انا عندي لوكس كتير جدا جدا مطلوبه مني وحابه ان انا انفذها. نرجع بقى لمرجوعنا تاني، ده لوك النهارده هنعمله مع بعض، لو حابين تشوفوه تابعوني. بس قبل ما نبتدي الفيديو، قبل ما نروح ليا بشكلي من غير ميك اب، يا ريت لو حابين تشوفوني تاني تعملوا اشتراك تحت في القناه، وتعملوا لايك للفيديو، وتكتبوا لي كومنت ايجابي عشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديو تاني. وما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا، انا هكتب تحت لينكات الانستجرام والفيسبوك. تابعوني على الانستجرام عشان تشوفوني يومين على الستوري، وتتابعوا يومياتي از ميك اب ارتست والمواقف اللي احنا بنتعرض ليها، عشان تتعرفوا عليا بشكل احسن، ونتعرف على بعض بشكل افضل، وتعرفوا انا كشخصي مش مجرد تشوفوني فيديو ربع ساعة بحط ميك اب وبس. ولو عجبك اللوك ده وقررتي ان انت تنفذيه ورهوني، وانا هشيره عندي في الستوري على الانستجرام، بشرط ان انت تحطي صورتك جنب صورتي وتحطيها على الستوري بتاعك، وتعملي لي منشن تحت عشان اعرف ان انت بعتالي حاجة فاقدر اشيرها تاني عندي، ونوري الناس قد ايه انت شاطرة ويجيلك فولورز. ويلا بقى بينا نبتدي عشان كفاية رخي. اول حاجه هبتدي بيها اللانسز بتاعتي، طبعا زي ما انتم شايفين هي اللانسز بتاعتي من بيلا، بيلا لسه بعتها لي من إليت كولكشن اهي، تمام. اللون بتاعها اسمها كلاودي جراي. قبل ما اعمل اي حاجه انا هروح اعمل حواجبي واجي، اوكي؟ طيب اللي حابب يشوف الحواجب بتتعمل ازاي هيظهر لينك فوق، دوسي عليه هتروحي تتفرجي على الحواجب بمنتهى السهوله بمنتهى اليسر. اخدك في فيديو تاني منفصل عن الحواجب عشان تركزي معايا كده وتشوفي احنا بنرسمها ازاي، اوكي؟ يلا بينا. طيب احنا خلصنا الحواجب، دلوقتي بقى هنبتدي في ترتيب الوجه ومنطقه تحت العين. هستخدم النهارده، مش عارفه اذا كان باين لكم ولا لا، بس هستخدم النهارده الكريم من كيلز عشان ارتب بيه منطقة تحت العين، ده كريم مخصوص لترتيب تحت العين، وبتاخدي منه داتس بسيطة جدا جدا، وبسيبه ينشف شوية عشان المنطقة دي تشرب وتترتب. وطبعا ترتيب تحت العين مهم جدا، يعني كل ما ترتبي كل ما يبانش الخطوط اللي تحت العين، بس لينا حد يعني الخطوط اللي تحت العين، لو واحدة عندها خطوط تحت العين هتبان مع الميك اب. يا جماعه الميك اب ما بيخفيش الخطوط، عشان في كلاينتس بيجولي بيبقوا فاكرين ان الميك اب سحر، ان الخطوط هتروح، الحبوب مش هتبقى موجوده، السمايل لاينز مش هتبقى موجوده، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. البشره كل حاجه فيها الخطوط البارز او الداخل هتظهر عادي جدا. الميك اب دوره في توحيد درجات البشره، اي تصبغات هيلغيها لك، لكن اي حاجه خارجه زي الحبوب، اي حاجه داخله زي الخطوط زي الحفر زي المسام هتبان. في تريكس احنا بنعملها تقلل من ظهورها، حاجه بسيطه منها الترتيب، منها البرايمرز، ان احنا نحط برايمر مثلا بتاع المسام عشان نملى شويه المسام، لكن اللي عنده الحاجات دي هتبان هتبان. الميك اب مش سحر، اوكي؟ وهاخد سماش بوكس فوتو فينيش برايمر ووتر علشان ارطب بشرتي. ده ترتيب كده، وانا رشيت على نهار ابيض، رشيت على يرمى هاي تكييف، التكييف خلى كل الرش يجي في كتفي، يعني كتفي مترطب اكتر من وشي.
طيب بس وش الحمد لله نال من الحب جانب يعني. شايفين الجزء ده ازاي معمله كفرج خفيفة وحلوة. ده فاونديشن لوريال انفاليبل توتال كفر اهو. درجة بتاعتي 303 انا بشرتي يا بنات مختلطة في الصيف بتبقى مختلطة مايلة الى الدهنية بتفرز دهون وعرق اكتر. في الشتاء بتبقى مختلطة مايلة الى الجافة يعني بيحصل لي مناطق ناشفة. فالفاونديشن ده هو معمول للبشرة الدهنية والمختلطة برضو المايلة للدهنية فهو هيبقى مناسب قوي معايا في الصيف زي ما احنا موجودين. انا قلت اجرب بس درجته لان انا عندي كذا درجة. طيب انا هوزعها بالفرشة بتاعتي من جيسب اللي هي 122 واضح انه من الفاونديشنز اللي لازم تبلندي بسرعة مش هنقعد نرغي. هقولك تريك. لو حصل ان انت حطيتي فاونديشن او كونسيلر او whatever حاجة كريمي وانتي سواء ميك اب ارتست او بتعملي ميك اب لنفسك وحصل حاجه عطلتك فنشف تعملي ايه عشان ترجعي تعملي بلاند تاني؟ ترشي حاجه ووتر ترشي حاجه سبراي تمام مش سبراي مثبت اوكي لا سبراي زي سماش بوكس اللي هو فوتو فينيش او زي ماك فيكس بلس ترشي هيرجع الموضوع ليكويد معاكي تاني وتقدري تدمجي. وبعد كده هاخد الكونسيلر بتاعي من LA Girl Pro Conceal درجته كريمي بيج. السبونج اللي انا بعمل بيها بلاند الخطيرة دي هي سبونج فايبر كانت من زهراء زهراء ميك اب سيلر هي عن انستجرام كانت بعتها لي عشان اجربها واقول رأيي فيها. انا يعني قعدت اجربها كذا مرة واللي شاف الفيديو اللي فات اللي هو اللوك الاخضر الزيتي كان هيشوفني وانا بستخدمها علشان لما اقول رأيي يبقى رأيي نابع من تجربة فعلا عجباني جدا جدا. بتشرب اقل مقدار من الفاونديشن او كونسيلر اللي بتدمجه بتدمج معاكي بطبقة موحدة بتسيبلك الكوفرج ما بتمتصش كتير عجباني جدا جدا. هحط لكم اللينك بتاع زهراء تحت في صندوق الوصف اللي عايز يشتري منها اللي عايز يتعامل معاها ذوق وبروفيشنال وحاجتها تراستد جدا جدا حاجتها اوريجينال. واستعمل ايريس باندوز باودر عشان اثبت تحتين واثبت باقي وشي ادمج قبل ما اثبت ابص فوق ادمج واثبت. عيب الباودر دي الوحيد ان هي ريحتها نفاذة ريحتها جامدة. بعد كده هبتدي انفض الزيادات على لبسي الاسود او على الطرحه يعني مش فارقه بهدله. هستخدم باليت تارلت من تارت والفرشه من جيسب رقم 157 وهاخد اول حاجه اللون ده. لو تلاحظوا المره دي انا ما ثبتتش فوق العين ليه بقى هقول لكم. انا ما ثبتتش فوق عيني ادمج بس كده الاول وبعد كده هاخد من اللون واحطه على جفن المتحرك بس بالتابينج موشن يعني بالطبطب. ليه بقى السموكي بيبقى عايز بيز تحت اي اي شادو بيز غامق علشان يغمقه اكتر ويديكي اللون يكون غني اكتر ما يبقاش لون كانه شفاف او رمادي او بهتان تمام. فانتي بدل ما تحطي الكونسيلر بتاعك وتثبتيه بلوس باودر او اي شادو فاتح وبعد كده تيجي تحطي مثلا كحل اسود او جيل لاينر وبعد كده تثبتيه باي شادو عشان توصلي للمرحله دي خطوات كتير قوي. انت ممكن توفري على نفسك بالطريقه اللي انا عملتها ان انا اصلا ما ثبتتش الكونسيلر استغليت ان البيس بتاع الكونسيلر بتاعي ستيكي يعني بيلزق لسه بيعمل كده تمام. فانا ما ثبتوش اثبته بلون الاي شادو اللي انا عايزاه. اول ما اثبته بلون الاي شادو اللي انا عايزاه الاي شادو هيلزق عليه وهيبين لك لونه والبيجمنت بتاعته اكتر. مش هننقل الدم خلي بالك ان الجزء ده برضو لسه عندك مش مثبت. فهاخد الدرجه دي بفرشه 222 وهثبت كده المنطقه اللي كانت فاضله من جفني. بصوا يا جماعه هم حركتين اللي فوق العين مفيش غيرهم يا طبطبه يا دواير. طبطبه يبقى انت عايزه اللون او تثبتي دواير يبقى انت عايزه دمك. احنا كده قسمنا العين حاجتين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. انا عايزه ادمج بقى اللون ده. هناخد فرشه الدمج بتاعتنا 227 من جيسب
وهاخد اللون ده ادمج طرف اللون الغامق اللي انا حطيته. شايفين حتى انا دمجتها؟ الخطوه دي هتاخدي وقتك فيها لان الخطوه دي هي الميك اب. بعد كده هاخد فرشه نظيفه تماما برضو بلند واموه اللون البني اللي لسه حاطينه ده بالمنطقه اللي احنا ما حطيناش عليها اي لون خالص الا اللون الاولاني اللي احنا ثبتنا بيه. بعد كده هاخد اول فرشه استخدمناها اول لون احنا استخدمناه اللي هو ده هعمله ميكس ما بينه وما بين الغامق عشان عايزه اغمق السموكي اكتر. وارجع للفرشه اللي كنا دمجنا بيها وبرده ادمج الاطراف. نامي وانت بتدمجي نامي. انا عرايس بتنام انا بعمل لها ميك اب العين بعد ما بخلص اقول لها حبيبتي حبيبتي فوق يا ماما في ايه. والله العظيم بفوقهم والله العرايس دول الله يكون في عونهم بيشوفوا ايام. هاخد اللون الغامق والفرشه الصغيره البنسل هاخد الفرشه البنسل الصغيره بتاعتي 230 وهاخد اللون الغامق وامشطه واحطه تحت العين وهاخد الفرشه البنسل برده 223 واموهه من غير اي لون لحد دلوقتي. وبعد كده هاخد باودر من ماك رقمها NC35 وسبونج من السبونجز اللي بتبقى مثلثه بالشكل ده وهنضف هنا عشان الايفكت ده. بصوا وهاخد القلم الكحلي بتاعي من فوريفر 52 عشان احطه جوه خط الدموع. وهعمل نفس الخطوات اللي عملتها في العين دي في العين دي وهرجع لكم تاني. واحنا كده خلصنا العين التانيه. انت ممكن تقفي لحد هنا وممكن تضيفي جليتر على الاسود اللي فوق وممكن تضيفي اي شادو شيمر. ده بمعنى اصح هو البيز بتاع السموكي. عايزه تحطي عليه موف، عايزه تحطي عليه زيتي، عايزه تحطي عليه اكسدي زي ما وريتكم دلوقتي ينفع مع كل حاجه. عايزه تسيبيه كده اوكي. انا حابه اضيف عليه جليتر رقم 13 من كاركتر. الدرجه بتاعته رمادي غامق بيقلب لك اللوك في لحظه الجليتر. هستخدم معايا فرشه هي 262 من جيسب برضو. انتي بتحطي الجليتر وبتدمجي اطرافه بس عشان ما يبقاش غير مدمج. هاخد رموش طبعا اسراء الزناتي بس المرة دي رقم 2 بعد ما خلصت الرموش هاخد ماسكرا من اسنس واحط ماسكرا فوق وتحت. خلصنا العيون هنسيبها ترتاح شوية ونروح نكمل الوجه. هاخد من فيزيشن فورمولا البرونزر الدرجة بتاعته اسمها سون كيس. البنات اللي بتسألني ايه الفرق ما بين البرونزر والكونتور، البرونزر بيدفيلك الوش، انتي ممكن تحطيه بطريقة عشوائية زي ما انا بعمل كده، هو بيغمقلك اطرف الوجه تمام. اما الكونتور فهو بينحت الوش. الكونتور ممكن تحطيه هنا وتركزيه عشان الحتة دي تتحدد او تتنحت فيظهر لك العظمة دي بشكل اكتر والحتة دي تبان ان هي داخلة لجوه اكتر. تحددي بيه المناخير. انا كمروة ما بحبش الكونتور او ما بملش ليه قوي، بحب ان انا استخدم البرونزر ان انا ادفي الوش وان انا تقل ايدي شوية بالبرونزر استخدمه اس كونتور. يعني انا دلوقتي دفيت مثلا المناطق دي ممكن اخد فرشة اصغر شوية واستخدم نفس اللي انا استخدمته اللي هو سان كيست اس كونتور. اهو شايفين الفرق؟ شايفين الحتة دي اغمقت شوية ازاي؟ الحتة دي اتنحتت شوية مقارنة بالجزء ده. الجزء ده لسه يعتبر فلات، لونه كله دافي اتدفى شوية بسبب البرونزر لكن مفيش تحديد. هنا في تحديد اكتر، هنا تقدري تشوفي ان الجزء ده غامق بس الجزء ده اغمق ومتحدد اكتر وفي اتجاه معين.
هو ده الفرق. فرق برضو ان البرونزرز بيبقى لونهم جايين من الشمس شوي، لونهم على برونزاج، على اورنج، على بني، على بيج. اما كونتور فهو بيبقى على جريهات وبنيهات، بنيهات غامقه. هنستخدم البلاش من ميلاني رقم 8 عشان نضيف حيوية شوية للوجه. وقت الايه؟ وقت الشفايف. في ناس تحب الميكب التقيل، يعني في ناس اكيد هيبقى صعب عليها انها تصدق ان في ناس بتحب الميكب التقيل، ممكن يحطوا مع اللوك ده روج احمر عادي جدا او هوت بينك فوشيا عادي. وفي ناس تقولي لا نود، وفي ناس تقولي لا موف. فيا جماعة الميك اب ده يعني كل واحد وحريته، وكل واحد ومزاجه وذوقه والمناسبة بتاعته، كل واحد حر. انا هستخدم النهاردة من سيفورا رقم 6 وهفتحه شوية لو لزم الامر برقم 73. واللي حابب يتفرج على فيديو in details بالتفاصيل المملة ازاي برسم شفايفي وازاي تكبريها وتزبطيها بشكل احترافي هيظهر لك فوق لينك، دوسي عليه هتخشي على طول على فيديو الشفايف بتاعي. انا بالنسبة لي الدرجة دي فاتحة شوية فانا حابة اغمقها، هستخدم من سيفورا برضو رقم 82 وهستعمل من باليت الكونتور بتاعت فوريفر 52 درجة الهايلايتر اللي فيها اللي هي الدرجة دي. وهستخدمها بفرشة من جيسب رقمها 250 برضه. هحط لكم كل المنتجات والفرش اللي استخدمتها تحت في صندوق الوصف بالعربي وبالانجلش، عشان انا كتبتها بالعربي ناس قالت لي لا احنا عايزينها بالانجلش، كتبتها بالانجلش ناس قالت لي لا عايزينها بالعربي، فاحطها لكم بالاثنين علشان اللي حابب ده يلاقيها واللي حابب ده يلاقيها. وانتي بتحطي الهايلايتر حاولي تضحكي ضحكة اللي دي عشان يترفع الجزء بتاع عظمة الخد اللي انتي بتحاولي انك تحطي عليه. الناس اللي هتقولي بس اللوك ده تقيل قوي، اللوك سموكي سموكي سموكي، اتقل حاجة في عالم المكياج فوضع طبيعي يكون تقيل. الفرشة دي رقمها 205 اسمها لاش فان، مفروض للاش يعني، بس احنا طبعا استخدمها في اي حاجة مفرقش معنا الكلام ده. انا مفيش فرشة استخدمها الاستخدام اللي مكتوب عليه، لازم استخدمها حاجة تانية. بصوا الاضاءة، الاضاءة تجنن، اللي هي الهايلايتر الاضاءة تجنن من فوريفر 52. ايه رأيكم؟ ده الفاينل لوك، يا رب يكون عجبكم. لكل اللي كان طالب سموكي يا رب السموكي ده هو اللي كان في باله، هو اللي كان عايزه، والالوان تكون عجبتكم. طبعا هكتب لكم كل حاجه في صندوق الوصف زي ما احنا متفقين وزي ما احنا اتفقنا بالعربي وبالانجليش عشان اللي حابب ده يلاقي واللي حابب ده يلاقي. هكتب لكم المنتجات وهكتب لكم الفرش. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يجي لك اي فيديو انا انزله يجي لك اشعار على طول. واشوفكم المره الجايه على الف خير. باي باي.